وفي 2021 كمان ما نقدرش ننسى النجاحات الرياضية اللي تحققت في الدورة الأولمبية. لأول مرة مصر تاخد 6 ميداليات، صحيح دي مش قيمة مصر، خلونا نتفق، لكنها بداية، بداية ان احنا في الدورة الجديدة ان شاء الله نستعد ان احنا ناخد اكتر، لان مصر لازم تبقى في الاول. شفنا في 2021 الاهلي بيكمل مسيرة النجاح، مسيرة نجاح طويلة في النادي الاهلي، كملها في 2021، بطولة افريقيا، السوبر، ثالث العالم، ولسه في نجاحات كتيرة جاية في الطريق ان شاء الله. وشفنا الزمالك بعد 6 سنين بعيد بيرجع تاني وياخد الدوري، وانتخابات الزمالك جاية، والزمالك لازم يرجع قوي. من مصلحتنا كلنا ان الاهلي والزمالك يبقوا اندية قوية وينافسوا ويتسيدوا افريقيا كمان، ويا رب منتخبنا في كاس الامم الافريقية الجاية يشرفنا ونعوض الاخفاق اللي حصل في الدورة اللي فاتت. وشفنا محمد صلاح في قمة تألقه، مو صلاح الحقيقة رفع راسنا، هداف الدوري الانجليزي، الكلام دلوقتي عن تجديد عقده بما يفوق كريستيانو رونالدو. شفناه في صورة راس السنة وهو بيحتفل مع مراته وولاده، بيحتفل ازاي الحقيقة، حاجة تفرح القلب، بيقول دايما ان الست دي صاحبة الفضل وان ولاده دافع للنجاح. صحيح بجرامي فرحنا لما خد مستر اولمبيا، لكن اللي حصل بعد كده الكلام عنه بقى اكتر من الكلام عن البطولة اللي حققها، مع انها بطولة كبيرة ومع انه تعب كتير عشان ياخدها، لكنه ما خدش باله ان في حاجات كان لازم ياخد باله منها. النجاحات دي مستنيين ان شاء الله باذن الله في 2022 انها تكمل، مستنيين ان الشعب المصري يكملها. الشعب اللي تعب وادى كتير وعمل كتير واستحمل كتير لازم ياخد، ومصر هتديله. والجمهورية الجديدة هدفها الأساسي إنها توفر حياة كريمة لكل مصري فوق كل شبر من أرض مصر، وفرصة عمل بدخل يكفي كل أسرة في مصر.